تقول أختنا أديت العمرة، وبينما نحن في منتصف الطريق حدث خلل في الباص وتوقف، وكان الباص مليئا بالناس ومعظمهم من غير المحارم، ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يصلي أحد من الناس الظهر سوى أنا ووالدتي وأبي وأختي، فتيممت رغم وجود الماء ولكنه من السيول، وكنت أشك في طهارة هذا الماء، فلم أتوضأ منه وصليت الظهر أربعة، وعند وصولي إلى بيت الله الحرام صليت الظهر ركعتين، فما هو توجيهكم؟ عملك الأول خطأ وهو التيمم مع وجود الماء، والسيول طهور ولله الحمد، قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الأصل في المياه والأصل في السيول أنها طهور يتوضأ بها ويتطهر بها، ومن تيمم مع وجودها فإنه تيممه غير صحيح، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فجعل التيمم لمن لم يجد الماء، وأنتم واجدون بالماء، أما ما دمت قد صليت أعدت الصلاة وصليتيها ركعتين لأنك مسافرة لما وصلت إلى مكة فقد انتهى المقصود، وإن كان الوقت باقيا فإنها تكون أداء، وإن كان الوقت قد خرج فإنها تكون قضاء، والحمد لله.